اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج شارع النهار. والنهارده يا جماعه هيكون معانا ضيف دمه خفيف جدا. اشتهر بمشاركته في مسلسلات عديده زي سرايا حمدين وثلاثي اضواء او ضوضاء الحياه. معانا ومعاكم محمود تركي. ازيك يا محمود؟ عامل ايه؟ بنوركم والله، انا مبسوط جدا انا معاكم النهارده. احنا مبسوطين اكتر ان انت معانا. انت بقى يا سيدي خريج حقوق. ده ايه علاقته بالتمثيل؟ والله انا لحد دلوقتي مش عارف ايه علاقتي بالتمثيل، بس انا موضوع التمثيل ما كانش في دماغي خالص. يعني انا كنت بحب الكوره جدا لحد ثانويه عامه، كنت بلعب كوره وبحب. شكلك لعيب كوره برضو؟ لعيب كوره، كنت بلعب في الاتحاد ولعبت في الاولمبي وفي اسكندريه. انا اسكندراني اصلا. اوكي. بس ما كملتش يعني في كوره. ايه اللي خلاك ما تكملش؟ يعني ما كان والدي دايما عايزني اذاكر بقى اكتر واهتم بالمذاكره وما يخليش اروح التدريبات والحاجات دي. فبطلت كوره، بقيت بلعب في الشارع يعني. بس بلعب كوره في الشارع. أحلى بقى لعب والله. والله احلى لعب فعلا. خلصت الثانويه العامه، دخلت كليه حقوق عشان مجموعي اجبرني ان انا اخش كليه حقوق، مش عشان انا مختارها يعني. انت مش هحور. كنت عايز ايه؟ انا كنت عايز اخش اداب انجليزي، مش عارف ليه، بس يعني اسمها حلو كده يعني لايقه عليا، تحس انها لايقه عليا. جبت مجموعه، جبت 74% طبعا، كنت متفوق يعني بالنسبه لمستوايا ده تفوق. دوست على نفسك جامد. دخلت كليه حقوق ودخلت فريق المسرح بقى من هنا يعني. حلو. اول دور مثلته في اول عرض في المسرح كان دور ايه يا محمود؟ عارفين مسرحيه انت حر؟ لا. انا عارفها، بهزر. بس مسرحيه انت حر كنت عامل دور ثروت. كان طالب في مدرسه ومجتهد وبيعمل شعره على جنب وواقف القميص بقى والحاجات اللي هي بتحصل دي، الطلبه المجتهدين يعني مؤدب قوي في نفسك. مقمط كده. كنت عامل مشهدين مألفط كده في نفسك. مألفط. طب انت ما كنتش خايف من وقفتك على المسرح؟ ده انا كنت بتمنى الارض تتشق وتبلعني كده قبل ما اطلع. في مسارح فيها كده، في مسارح بتفتح من النص كده اللي عند الملحن. في التكنيك ده في والله يعني كان في المدرج بقى، اكيد انتوا طبعا عارفين المدرج كان فيه حوالي 2000 واحد قاعدين، فانا ببص كده من الستاره ومش ورايح جاي على الحمام، رايح جاي على الحمام. والله العظيم الحمام ده يا جماعه ليه علاقه مهمه جدا بالكارير بتاعنا. كنت عامل مشهدين. اول انا فاكر انا عملت تفصيله هي بتجيب ضحك طبعا في اي مكان يعني. كنت بقول مونولوج كده ثلاث جمل، بنهيب احنا جيل فاسد وما فيهوش امل، قلتها ثلاث مرات بافوره، احنا جيل فاسد وما فيهوش امل، احنا جيل فاسد، مش فاهم بقى، احنا جيل فاسد وما فيهوش امل. الناس كلها بتضحك بقى عليا. طب انا بضحك، انا بتكلم بجد، بتضحكوا ليه يا جماعه؟ اتاري دي يعني ما ينفعش، دي حاجه قديمه قوي من ايام يوسف بيك وهبي. كليشيه جدا. فانا كنت بعملها، فدي كانت اول دور عملته يعني. كنت عامل مشهدين كده، احنا جيل فاسد وما فيهوش امل، احنا فاهم. كنت بالحرقه قوي. حلو. طيب دلوقتي يا محمود، احنا سمعنا ان انت دخلت مسرح الجامعه مش بس عشان تمثل، ايه السبب الاخر؟ بص يا سلطان، بصراحه انا كنت بني ادم وحيد في الكليه يعني، كنت اعرف واحد صاحبي بس اسمه احمد فكري، بنروح الكليه انا وهو ناكل اندومي ونروح، مش لاقيين حاجه نعملها خالص. في الكليه ناكل اندومي ونفضل باصين لبعض، ما فيش حد عارفنا، ما فيش حد بيعبرنا خالص، عايزين نتعرف على اي حد، ما فيش. فقلت لهم وبعدين يعني هنفضل كده احنا اصحاب بس، ما فيش غيرك في الحياه قدامي، يجي معانا نقسم معاه الاندومي. لا والله بجد ما فيش حد، مش عارفين نتعرف على ناس يعني، كانت لسه خبرتنا يعني ضعيفه بقى وكده. واحنا ماشيين في الكليه شفت اعلان انضمام الفريق المصري. لو حد عايز يتعرف على حد احنا احنا يا جماعه اهو احنا قاعدين على السلم الرابع. قلت له تعال نخش، كان 12 بنت عاملين رابطه كده. ايوه انت فاهمني. حد عايز يتعرف على حد؟ اوكي دي حوارات وليد بقى ماليش فيها. بنهزر. ايوه يعني قلت له تعال نخش، والله قلت له تعال نخش نتعرف على ناس نعمل اي حاجه. رايحين الجامعه يذاكروا والله، رايحين يعكسوا البنات. مين اللي بيروح الجامعه يذاكر؟ احنا نشقط، داخلين نشقط في الفريق. ايه كده تركي نو ده. قلنا قلت له تعالى نخش الفريق نتعرف على ناس نكون صداقات اي حاجه بدل نشفط. هو كان مليان ايام الجامعه فكان بيتكلم عن الدهون. كمل يا محمود. كنت عندي ترهلات. بعد كده قلت له تعالى نخش، قال لي لا يا عم انا ما بحبش التمثيل ما بعرفش امثل. قلت له يا عم انا اللي بعرف امثل، تعالى نخش نتعرف على ناس. دخلت فريق الجامعه، تعرفت على ناس
الحمد لله يوم ورا يوم بقيت بحب يعني حبيت التدريبات بتاعت المسرح بقى والورش اللي بتعمل في الاول دي والحاجات دي فحبيت الجو قوي فمن هنا جه الموضوع بقى يعني واحده واحده عملت بقى عروض مدرج وعروض مسابقه جامعه وحاجات حلو جدا. طيب انت برج الثور يا دي النيله يا نطاح يا نطاح يا نور انا عايز اعرف حاجه ليه قول لي مميزات وعيوب برج الثور غير انه رغاي وعنبي لا ثور عامة رغاي جدا وعنبي جدا صح وعنيد جدا جدا يعني لو انت حد قال لك انت مش هترمي نفسك في النيل طب انا هرمي نفسي صح صح والله العظيم صح طب انا بقى هرمي نفسي انت برج الحوت اكيد عارف ليه بيبقى في توافق كده عموما وطور. يعني بيبقى في توافق بين الحوت والثور ودلو دلو طبعا اتخض دلو لا دلو حلو الدلو لا سوري الحوت مش الحوت الدلو مع الثور يعملوا تريك كده ليه بقى؟ ليه؟ لان الدلو بيدخل عند قرون الثور كده فما بيعرفش ياخد بيها بينطحوا لا الدلو عنده سوري سلطان مش قصدي حاجه بس عنده حاجات حازمه مش عند سلطان طبعا لا سلطان لما بعمل كده دي هي كده لا بجد قراراته صارمه بيبقى عنده يعني الصح صح والغلط غلط الثور عنبي ما يحبش حد يوجهه صح انت تحب بقى. تقول لا ده غلط ما ينفعش تعمله فهو هيقول لك لا هعمله فبيحصل بينكم تضارب سوا بقى خناقه بقى بيحصل بين ال صح ده تملي لان ده اللي ما بيعجبوش الحال المايل الحال المايل صح الثور بيعجبه عشان الميه بتتدلدل لا مش بيعجبه الثور بيعاند وخلاص انا بعاند صح. في المطلق بالذات في خصوصا في العلاقات العاطفيه بيحب دايما يبقى ايوه احنا سمعنا ان الثور يعني صعبه في الارتباط هل انت صعبه في الارتباط بصراحه هو بيحب اصحابه اكتر من اهله صح اكتر من اهله وبحب اصحابي لا نحيي ماما على الهوا الاول ماما انا بحبك قوي ماما حي ماما بتحبكوا جدا يا طنط يا بنتنا يا حبيبه قلبي نورانا اسمها ايه ماما برج الثور اصلي مامتك بتقول حبيبتنا حلو قوي طبعا اسمها ايه لا مش هقول اسم امي لا مش طنط ام تركي عامله ايه يا طنط ايه الاخبار طنط ام تركي انت بتحب صحابك قوي ويعني انت ممكن تعيط لو انت زعلان من واحد صاحبك زعل منك ممكن تزعل جواك يعني غير مثلا ابن عمتك ابن خالتك انت فاهمين في الابراج شويه يعني بحس ان انا بحب اصحابي اكتر ما بحب حبيبتي يعني فاهم حاجه ايوه ده حقيقي وبتدلدقوا يعني بسرعه بس ما بنقولش ما انا جاي لك اهو جاي لك اهو يعني انت مثلا حبيت سلطان ارتحت له راشق بقى ايوه صح عبده الراشق يفضل راشق فيك حبك جدا لا فعلا كده لازم الدلو يتضايق من الدكتور انا بغير جلدي كل يوم الصبح اصلا يعني يفضل بقى معاك وحبيبك وصاحبك وراجل قوي وجدع معاك الدلو متقلب المزاج شويه عشان كده انتوا شويه يعني كل ثلاث ثواني كده بجد لا بس والله انا بشك ان سلطان دلو ليه؟ مش هو سلطان طيب جدا مش دلو خالص الدلو ملوش علاقه بالدلو يعني الدلوين طيب الدلو 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 لا سلطان هي يعني ايه انا بقى معشره دلو الدلو يعني انسان مسيطر بزنس شاطر جدا بيعرف يفكر لا ما لناش علاقه قلنا ذكي قوي وبعدين يحب ان هو يبقى ايه يقول لاصحابه يعملوا ايه انا اللي برسم الطريق وانتوا بتمشوا علي كنت بغني بس لا ليه بقى انا عارفه الدلو كده لان انا اختي دلو برافو عليك صح ميرفت ميرفت حد يعرف يتكلم قدامها تحيه لميرفت يا حبيبه قلبي يا ميرفت طنط ام ميرفت لا ميرفت لا مش طنط ام ميرفت طنط ميرفت اختي كده ماشي مش بس هي دلو زي سلطان تور انا عندي تور في البيت برضه مين بنت اختي هنا فهنا او التور عامه شخص وافي جدا ذكي جدا عينه دي لابعد الحدود يحب صحابه اكتر من اهله مش عارف بقى هو عايز يعمل ايه بس لما بيبيع ما انتوا بقى ما انا بقول لك زي ما انت بتروح كاش يعني ولا ايه صح؟ بيبيع على طول ما بيهموش حد طب يلا نختبر ذكاء التور هنعمل معاك مسابقات يلا. بقى يا ترك جميله الشكل والمعنى يلا بينا المسابقه يلا. الجميله هي ان احنا هنقول لك مواقف وهتقول لنا ايه ممكن يكون رد فعلك عندما تتحط في هذه المواقف تتحط سالنا انا حفظت الله يا سلطان على اللغه العربيه الله ازاي في حد بيتصل بينا على الهوا لا ده السؤال صح والله بحسب بجد
قول. صاحبك بيتصل بيك وانت عايز تخرج مع صاحبتك، هترد تقول ايه لو انت عايز تنفضه؟ معلش اصل انا رايح مع والدتي مشوار مهم جدا 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 جدا. طب ما اقول لي انا اروح معاك، انا صاحبك يا ابني. ماما في حاجه ولا ايه؟ انا كاني صاحبك. لا لا لا، هي بس مشوار كده، هنروح نشتري شويه حاجات. شويه حاجات يا ابني؟ حاجات يعني ما ينفعش تشوفها يعني ولا يا ابني؟ انا عارفك يا حمود، احنا متربيين مع بعض. لا لا لا، ما خليك انت بعيد، انت بعيد. خليك بعيد بعيد، انت بتبعدني. ماشي يا صاحبي تمام. خليك انت انت شرفك، عايز منك 100 جنيه. طيب حد عمال يرن عليك وانت بتكنسل ونزلت من البيت لقيته في وشك. يا لهوي على الاحراج. ودي بقى ايه؟ صاحبتك. يا لهوي. هتعمل ايه؟ انت اوريدي من قبل ما ترد صوتك اترعش. يعني انا متخيل الموقف اللي هو هقف. فاهمه انت سلبيه. انا بقى دور صاحبتك دلوقتي. انا مش عارف اعمل ايه. انت ما بتردش عليا ليه؟ انا موبايلي كان سايلنت. يعني ايه سايلنت وانت نازل من فوق؟ ثانيه واحده اوريك ان هو سايلنت. بيرن اهو. انا ما انا لسه عامله دلوقتي حالا. انت كذاب. اسمعي بس. ده نوع من اصلا كذاب في الشارع كده كذاب. برافو عليك يا نان. ان شاء الله. لا ده موقف عليك ابدا. على فكره ده موقف محرج بجد يعني. ده والله ده بقول لك موقف محرج اكتر منه. ايه؟ انت حبيت واحده تمام وحبيتها جدا وهي بتحبك قوي 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 اكتر من انت بتحبها. تمام. واتخطبتوا. فانت جيت في وقت ما جالك عرض خطيبتك دلوقتي. لا انت هوديكي الخطيبتي بس هقول هاخد منه بس رد الفعل. انت دلوقتي جالك عرض احلى. ما تسالنيش ازاي عرض احلى يعني. عرض انك واحده يعني. وعليها اختها دي حاجه كده يعني. واحده احلى. جيت واحده احلى. واحده احلى منها. عايز تقول لخطيبتك واغنى منها تمام. عايز تقول لخطيبتك اغنى منها. ده عرض كويس جدا. كمل. ما انا بقول لك عرض احلى. دي خطيبتك عايز تقول لها بشياكه احنا الدنيا تمام. لو تقدر كده وايه. لو تقدر اتفضل. مايك معاك. مورنينج عليك يا نانسي قلبي. جود نايت. لو انت قايه. جود نايت يا عنيا. انا بس عايز اقول لك حوار كده شاغلني يعني. انا جالي عقد عمل في الكويت. ايه؟ جالي عقد عمل في الكويت. بعد 4 سنين تقول لي عقد عمل في الكويت؟ هو انت ليه دايما لوكا في كل المشاهد؟ ما تعملي مره ايه كلاس بقى؟ الشخصيه اللي بتعملها في المسلسل. مش عارفه اتعامل معاكي. شخصيتها في المسلسل بت قول. وانا اديك واحده ثانيه. جود مورنينج يا قلبي. دي بقى عادي. سويت هارت. انا جالي عقد عمل في الكويت ورايح اغسل صحون هناك. ف اوكي اجي معاكي. فانا مش هينفع اكمل معاكي. انا ممكن اغسل. تغسلي ايه؟ صحون. لا ما انت الايد الجميله دي تغسل صحون. ابقى عندي جلوفز. يعني ايه جلوفز؟ جلوفز. جلوفز. لا ما انا خايف عليك. انا هروح اشتغل 3 سنين كده 4 سنين اعمل. لا. اعمل متنايه وارجع لك. هاجي معاك اعمل متنايه كمان يبقوا 4 عيايا. طب انا كده ممكن بقى مثنى وثلاث ورباع بقى ونخلص الدنيا. صح. يعني هي وهي والتانيه وخلاص. دوم قلع بقى العبايه بتاعت الكيوتنس وتطلع تخربني الدنيا. تطلع صوره بقى. انا كويس. هي صوره. انا جاهز. طيب لو جالك منتج. بص هنا بقى. بص نزل. الحاجات دي. لو جالك منتج وجاب لك عرض بس بفلوس قليله هتوافق؟ طبعا. لا فلوس قليله قوي قوي مهينه. ممكن انت ما يعني مهينه. هو بيديها لك هيقول لك شايف فلان ده ويرمي لي السجاير ويقول لي انزل هاتها والحاجات لا دي. لا لا ما بيحصلش دي. لا لا يقول لك هات سيجاره على طول. ايه تصرفك بقى؟ عرض يعني بفلوس قليله؟ فيلم مثلا؟ وات ايفر. فيلم مسلسل اي حاجه. بس على اساس ان انا ما اشتغلتش قبل كده بحاجات بفلوس. انت هترد تقول له ايه؟ هقول هقول ولا هتقول اسباب معينه تخليك ان لا. الموضوع يتغير بصراحه. لا يعني لو ما فيش غير كده هقول عادي. يعني اعمل ايه؟ يعني في تنازلات في الاول لازم اعملها عشان اوصل لحاجه انا حلم عندي او طموح عندي. وبعد كده تقول بقى انت عايز كده. وبعد كده بقى اديله بالجزمه بقى اقول فاهم. اطلب بقى. طب دلوقتي احنا عايزين يا تركي اقول لك موقف غريب جدا. تخيل انت متجوز وعندك حماتك تمام وعزمك على الاكل وانت جعان جدا وقعدت على السفره على الاكل وحماتك قاعده في وشك والاكل وحش جدا جدا وهي بتقول لك هي يا تركي يا حبيبي ايه رايك في الاكل؟ عارف الرياكشن بتاع عادل امام في التجربه الدنماركيه اليوم اللي هو كده ده اللي هو حلو قوي وتوف جامد. هو ده بس كده؟ ما هو ده ما بتاخد رايي. خسرت الموزه. ايه؟ خسرت الموزه. ما انت كده ضايقت حماتك.
لا ما انا لا ما انا بقول لك هضحك في وشها زي عادل امام كده ما عمل مع نيكول سابح، اقول لها الاكل جميل يا حماية تسلم ايدك ماشي. الحاجات دي ولا فيش تاني قلت وانت احنا النهارده عيد الحب كل الاسئله عن ال عن المتجوزين. هديك سؤال حلو دلوقتي، هديك سؤال تاني احلى. لو انت دلوقتي خاطب، لا ده حاجه تانية صح؟ طيب خطبت بقى خلاص عديت مرحله الجواز التنطيط، خطبت وعايز تهرب او تخلع من عيد ميلاد خطيبتك، نهارك اسود ومال ده فيها فسخ، هخلع هخلع عشان ما اجيبش هديه. ما يعني كل الولاد غالبا بيغلبوا يعني بيخلعوا ده مش معاه فلوس، يا بيخلعوا في عيد ميلاد يا بيخلعوا في عيد الحب مثلا، ان هم وقت لما اتخطبوا او وقت لما ارتبطوا ببعض في اي حاجه فيها بيخلعوا. انتوا فيكوا طبعا مش لطيف، هتلكك اللي هو هتقول ايه بقى؟ اقول لها انت جايبه واحد صحابي، جايبه ابن خالتك يحضر الفرح، انا مش بحبه، مجنونه، انت مش مقدراني، انت مش مقدراني يا عالم فاهم، واروح قافل السكه في وشها. انت جايبه صاحباتك اللي انا بحبهم، انت قلت لها ايه؟ جايبه صحابك الولاد اللي انا مش بحبهم. انا افتكرت جايبه صاحباتك البنات اللي انا بحبهم. لا اكيد هروح يا هانم، جايبهم قدامي قدامك كده. لا لو جايبه صحباتها البنات اكيد هروح عشانهم مش عشان ايه بقى ذكيه. هتقوم رد عليه انت يا حبيبي بتهرب من الهديه ما تجيش. لا ما انا مش هدي لها بقى فرصه. لا هي هتقول لا هيكون في التليفون بقى نانسي، هي هتبعت لك مسج. ما انا هكون قفلت هنزلك، هكون قفلت الموبايل بقى، هكون قفلت الموبايل. طب في سؤال تاني تركي جميل جدا. ايه؟ انت لو طلب منك تغني مثلا في حفله وانت ما بتعرفش تغني، هتقولي ايه او هتتصرف ازاي؟ انا عندي برد معروفه. دي الحاجه دي قديمه قوي، قديمه قوي الحاجه دي. انت عارف هتلاقي واحد طلع لك بمضاد حيوي على الهواء. اغني وخلاص، اعمل ايه طيب؟ تغني وخلاص؟ احنا عايزينك تعتذر. ما هو يعني لا هغني هغني هغني، انا جريء. انت خلاص هتغني؟ انا هغني. ده السؤال ده باظ بقى. طب سمعنا، عندك حاجه تغنيها؟ ماشي. عايز تغني؟ هي تعالي تعالي نغني. يلا خلاص. براحتك. استنى اطلع لك المايك. لا مش هيعزفوا حاجه، انت لوحدك الاول وبعد كده، اصل احنا عندنا مطرب هنا جامد بصراحه، فانت هتغني الاول براحتك. فمش هو ايوه الصيني ده. ودانه بتجيب دم بسرعه، فعلى حسب ما تضايقوش يعني. يلا. تست تست. يلا تمام شغال. بجد غني والله. والله اديها اي حاجه بقى بتحبها. اثنين اربعة ستة ثمانية تلات سلامات يا وحشني، تلات ايام تلات سلامات يا وحشني، تلات ايام بيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. كفايه بجد انه ثلاث سلامات بس، ثلاث سلامات. حلو ولا ايه؟ حلو يا راجل، الراجل بس اوعى تغني تاني. طيب محمود، بيتعرض لك دلوقتي فيلم عمر خريستو، ممكن تحكي لنا عنه شويه؟ عمر خريستو تجربة سينمائية جديدة، تعتبر أول تجربة لي يعني كمساحة، يعني عملت قبل كده شاركت في فيلم علي بابا بتاع كريم فهمي، بس كانت حاجة صغيرة يعني، ده أول دور أخده في السينما يعني. فدي حاجة كويسة جدا لي يعني، أنا مبسوط بالتجربة دي جدا. إخراج أستاذ سيف يوسف وتأليف أستاذ جوزيف فوزي، معانا أحمد التهامي وأستاذ لطفي لبيب وأستاذ سامي مغاوري ودومينيك ومارتين عادل، في كذا اسم يعني. فانا مبسوط جدا بالفيلم ده، لان انا عامل تجربه جديده عليا، ان انا عامل دور فيه دراما اكتر، ما مش كوميديا او لايت كوميدي يعني زي ما انا متعود او كده يعني. فيا رب يعجب الناس يعني، هو يعني ردود الافعال كانت كويسه الحمد لله عن دوري كمان بالذات. الحمد لله. واللي جاي بقى احلى ان شاء الله. واللي جاي احلى طبعا ان شاء الله. نورتنا بجد يا محمود. وانا والله انبسطت جدا وشرفتنا وبارك لكم على البرنامج وعلى كل الحاجات الحلوه اللي انتم بتعملوها. ربنا يخليك. ربنا يخليك. شكرا ليكم. وقبل ما نطلع فاصل هنسمع اغنيه لذيذه، ما تروحوش في حته. يا للي يا للي يا للي يا ابو العيون السود يا خلي. يا للي
للي يا للي يا للي خليك على كيفك تمل يا عين يا للي يا روح يا للي يا سيدي يا للي يا عين يا للي يا روح يا للي يا سيدي يا للي اهي 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 اهي